أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على حبيبه الذي اصطفى وعلى جميع رسل الله أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شبهات حول القرآن. قلنا بأن القاعدة القرآنية واضحة: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الكتاب الذي يتناقض ليس من عند الله عز وجل، لأن الله لا يقدم معلومة ثم ينقضها بمعلومة أخرى. فماذا عن التناقضات التي زعمها الزاعمون؟ قالوا: القرآن تناقض، أين يهداكم الله؟ قالوا: حين قال لا أقسم بهذا البلد، فهو ينفي أنه سيقسم بمكة المكرمة، لكنه يقول وهذا البلد الأمين، وهذا إقسام بمكة. فقالوا هذا تناقض، مرة يقول لا أقسم بمكة ومرة يقسم بمكة. أقول يا هداكم الله، لقد ظننتم أن لا في قوله لا أقسم هي لا النافية، وهذا ليس بصحيح. لو كانت هذه لا لا النافية فكلامكم صحيح بأن هناك تناقض، لكن هذه لا ليست لا النافية النافية التي تعني نفي القسم، بل هي لا التي مسمى بلا الصلة، وأحيانا يسميها بعض النحويين لا الزائدة، ومقصودهم بالزائدة أنه لا محل لها من الإعراب، فهي زائدة من الناحية النحوية لكنها غير زائدة من الناحية البلاغية، لأنها تفيد معنى التأكيد. فلا أقسم بهذا البلد تعني أقسم وتؤكد على القسم بهذا البلد. كيف هذا؟ كيف لا أقسم معناها أقسم وبالتأكيد؟ هذه طريقة العرب في التعبير كما سترون. حتى في أيامنا هذه أحد يقول لآخر لا أوصيك بفلان، هل المقصود أنه يعني أنا لا أوصيك به، أم المقصود أنه يؤكد على أنه يوصي بفلان، فكأنه يقول لا أحتاج أن أوصيك بفلان. حتى الآن هذا سائغ في لغتنا، لا أوصيك بفلان يعني أنا أوصيك به. وهذا مثله في القرآن ومثله في لغة العرب. العرب كانوا يستخدمون هذه اللا وتسمى لا الصلة. هذه المسألة طرحها رجل على أبي العباس بن سريج رحمة الله عليه، فسأله عن هذه الآية وعن تلك الآية وكيف الجمع بينهما، فقال: أي الأمرين أحب إليك، أجيبك ثم أقطعك، يعني أقطع حجتك، أم أقطعك ثم أجيبك؟ فقال الرجل: اقطعني ثم أجبني. فقال له: اعلم أن هذا القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة رجال، وبين ظهراني قوم كانوا أحرص الخلق على أن يجدوا فيه مغمزا وعليه مطعنا، فلو كان عندهم مناقضة لتعلقوا به وأسرعوا بالرد عليه، لكن القوم علموا وجهلت فلم ينكروا ما أنكرت. فهذا قطعه. كيف كفار قريش وهم أحرص الناس على اكتشاف أي خطأ في القرآن مر عليهم هذا الأمر ولم يلحظوه؟ لا ريب أنهم رأوه، لكن لم يروا فيه ما يستنكرونه كما يستنكره أعاجم العرب اليوم. العرب تستخدم لا هذه لا الصلة ولا محل لها في النفي أبدا، وهذا مشهور عند العرب في أبيات كثيرة نأخذ بعضها. يقول النابغة: فلا وحق الذي مسحت كعبته، لا وحق الذي مسحت كعبته وما أريق على الأنصاب من جسدي. ما معنى لا وحقي؟ معناه وحقي، لا يعني أنه ينفي القسم، إنما يعني تأكيد القسم، يعني فوحق الذي مسحت كعبته. أيضا الشاعر يقول: تذكرت ليلى فاعترتني صبابة، وكاد صميم القلب لا يتصدع. والمقصود كاد صميم القلب أن يتصدع، لكنه استخدم لا، هذه لا ليست لا النافية إنما هي لا الصلة. ومثله قول طرفة: فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر. فلا وأبيك، إيش المقصود؟ يعني فأبيك وأبيك، واللا هنا لا تفيد النفي. وهذا الحقيقة
له أمثال في القرآن، فهذه لا ليست لا النافية، إنما هي لا الصلة التي تريد التأكيد. فإذا جاءت قضية يريد القرآن أن يؤكد عليها يستخدم معها لا. مثلا يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ماذا تعني؟ يعني فوربك، فهذه لا لا تنفي القسم، إنما هي لتأكيده. ومثله قول الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم، ثم يقول: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. ومثله قول الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ففي كل هذا اللا هنا ليست للنفي، إنما هي للصلة. أيضا مثله قول الله عز وجل حين يقول: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، والمعنى لكي تحزنوا على ما فاتكم. ومثله قول الله عز وجل: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، والمقصود ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن تتبعني، ولا هنا للتأكيد وليست للنفي. ومثله قول الله عز وجل: ما منعك ألا تسجد، يعني ما منعك أن تسجد، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. هكذا العرب تستخدم هذه اللام، فجهلها من جهلها من أعاجم العرب، فظن بأن القرآن يتناقض، مرة يقسم بمكة ومرة يقول لا أقسم بمكة، بل المقصود أن القرآن أقسم بمكة وأكده بقوله لا أقسم بهذا البلد. إذا تبين هذا تبين لنا بأن القرآن لم يتناقض في هذه المسألة، بل كان بعضه يصدق بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فاصل ثم أعود إليكم بإذن الله تبارك.